شهريا توقعات يعني. علم الفلك كيف بتصير؟ يعني لما الواحد يقول في توقعات صحيح. نحن بيروح اسمنا على اللي بيحسه واللي بيصير عندهم حاسة، بيطلع عنا انه كمان في توقعات صحيح. فلكية صحيح. هيدي شو بتكون؟ بس هي مش بأسماء شخصيات، انه هيدي حسب مواقع النجوم. يعني انا اول شيء بس لحتى اوضح الفكرة، انا لما قلت انه انا ما بتابع حدا، ما بتابع حدا لا لبنانيا ولا عربيا ولا عالميا. بالنسبة للتوقعات اليومية الشهرية الأسبوعية اتسترا اتسترا، ما بتابعهم أبدا بتاتا. فبالتالي لما بتقلي مين بتابع مين بتحضر، بقولك لا ما بحضر حدا. يعني لا فلاني ولا فلان، مش لأنه في شيء ضد فلان أو فلان، لا أصلا بعرفهم كلهم، بس ما بحضر حدا. هذا الموضوع فيهم كيف معرفة شخصية؟ إيه في يعني أنت في اتصال بينك وبين ماجي فرح؟ مثلا ماجي فرح لما مرضت وعملوا لها، طمنت عليها؟ طمنت عليها أكيد، تلفنت لها وطمنت عليها، فتحت التليفون وتلفنت لها وطمنت عليها، والحمد لله على سلامتك أكيد طبعا. بعرفهم كلهم، بعرف كيف كانت المبادرة من تجاهها؟ ما في ما بعرف ليش العالم ما هو دايما بدي اقول لك شغله، اولاد الكار بدهم يحط فيهم منافسه، بدهم يحط فيهم مشاكل. مش نحن اللي بنزرعهم، بس انه بنسمع بالكواليس هيك تخيلوا. لا لا نو نو، مثلا ميشيل حايل بعرفه كتير مش شوي، مايك فغالي كتير بعرفه، بتوقعات مين بتقامي بين ميشيل ولا ليلى؟ كلهم بعرفهم، كلهم بعرفهم. لا نو نو، بس مين بتقامي بتوقعات ميشيل ومايك وليلى؟ مين بتحسي انا 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 بحبه لميشيل، وميشيل في كتير علاقة بينه وبينه، بتأمن بهيك نوع توقعات؟ أصلا هاي هي توقعات الوحيدة اللي من علم الفلك اللي مزبوطة. ميشيل ليك، ميشيل قوي قوي، لأنه ما بيعمل دراسة. هو بتحس أنه تنقول خلينا نسميه بين هلالين وحي، منه وحي، بس انه لا تسي انه وحي. منه وحي شو؟ ما بعرف، اي دون نو، انه كلهم بيقولوا له شيء، كلمه شيء، وحي شيء، مدري شو، شيء افكار، شيء صور، شيء، كل شخص بيقول لك شيء، كل شخص بيقول لك شيء. حتى بيقولوا انه بيروحوا على القصص ضد الدين كمان. ليك الدين يعني بيوصفوا الامور هاي بالشيطانيه. ليك بالعربي مشبرح، ما في دين ما بيؤمن بالشيطان وبالملك، خلينا ننطلق من هون. اوكي خلص، في شيطان وفي ملك، في في منيح وفي ما منيح. واتس ذا بروبلم؟ واتس ذا بروبلم؟ ما تشتغلي مع المش منيح. ايه اكيد هيدي هي المشكله، بس ما فيني اقوله انه انت بلكي عم بيجيب مصدره من شيء جيد. هاو دو ذي نو؟ هلا بده يجي ملاك يعني يظهر عليه يقول له رح يصير هيك؟ كان ظهر على الكل. لا الملاك ما بيظهر على الكل. طيب بس بدك تكون مستوى روحاني كتير عالي لا يظهر عليك ملاك. والملاكي اصلا كاتيجوريز، في ملاكي واطيين وفي ملاكي عاليين. صح. ايه انه الملاكي العاليين رح يعني يعني انت بتعتبري فتحنا موضوع، بتعتبري ميشيل حايك هو الافضل؟ انا بحبه، انا بالنسبه لإلي ميشيل حايك شيء سبيسيال، لانه نحن كعائله بنحبه. طب اللي بيقولوا لك انه تحليلات وبيقولوا لك انه مخابرات، ليك في كتير في محللين ومخابرات بالتوقعات؟ ليك مش انه في محللين، بس انا بتخيل انه موضوع قابل انه قول او قولي او زدتي لك مثلا او زدت لك مثلا موهبه مايك فغالي يلي بتتكر على السمع الصوت تيعطي توقع للشخص، شو رايك فيها؟ ما بعرف بتصدقيها؟ ما بعرف ليك انا ما بعرف اذا في شيء على الصوت واحد بيعرف، مش انه على الصوت، الشخص اللي بيعرف في يعرف حتى الشفافيه. بتصدقي مايك من فغالي من الاسم؟ من الاسم بيقدر يعرف حيلا شخص او بيعطيك صوره او شيء، هذا موضوع تاني انا ماني داخل فيه ولا بعرف فيه. بس انا هلا هول صاروا من الاسم واسم صار. الام انا ما بامن لا باسم الاسم واسم الام، هذا شيء ما بامن فيه، ولا بالرقم ولا بالهو.